زين انا عقلي القاصر، انا الاحتياج رجل تاجر عراقي وليس رجل ديني يشهد علي الله ورسوله. طب انا برضه مش ده سؤالي يا فندم، حضرتك شغال ليه ما سالتكش؟ والله انت كيف تثق وكيف لا تثق؟ انا بقول لك، لان انت رجل، انت لا انت رجل استاذ اشرف، انت رجل دكتور وانا رجل تاجر شكاك. يا عم انت انا مش من دكتور عندي، صدقني. انت عندك قناه العلم وانا عندي قناه المال. يا عم بس انا يا احكي عم لك يا عم فطري. الحاج الله يصلح حالك، حضرتك طالع ترد على اي اساس طالما ما عندكش علم؟ لا لا لا، شلون على اساس انت جاي تغلط علي؟ تقول عقل نمله، انا عقلي اكبر من عقلك، انا عند نفسي عقلي اكبر مع احتراماتي لعقلك. استاذ اشرف السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل. انا لا احتياك، بس انا اريد من عندك اول شيء بطن وسيعه، انا ارجوك انت انسان واصل ودارك. اما انه انت مثلا السؤال اللي عجبك تجاوب عليه والسؤال اللي انا اريد اساله على جنابك ما جاوب عليه، طبعا هذا بكره قناتك. احنا في حاله الخميس بنفتح سؤالك حضرتك. الان احنا عندنا سؤال، لا هل لا مو يثق سؤالات، الشيعه؟ جواب عندي وياك. انا شيعي، انا شيعي مو عقل نبل استاذ. هل يثق انا الشيعي؟ شيعي، ممكن انت هل يثق الشيعي؟ قناتك اقدر اخلي 10 قنوات بس انا ما اسب مثلك. طب بعد اذنك، انا حورك حوار بعد حلو. اذنك، هل يثق الشيعي في كل تفسير وارد عن الامام للقران؟ نعم او لا؟ تفضل يا فندم. 100% ايه، بس انت من اقول لك نعم عندي شاق. انت مو لا اله الا وقطعتني، انا اقول الا الله حتى اسلم، وانت تجيني اكفر مزاجك. ما اكفر مزاجك. طب تفضل رد يا فندم. انت في مصر وانا في العراق، ولا كل جلال واحترام للشعب المصري كله من عندنا. يا عم تفضل رد على السؤال. خليني اكمل. رد نعم. على السؤال تفضل. نعم نعم، اذا كانت المصادر موثوقه، اصحاب المصادر موثوقه، الناس اللي يثق بها نعم اثق، ومو كل كلام انا اثق به. يعني حضرتك تعرف الموثوق من غير الموثوق ازاي يا فندم؟ احسنت. شوف استاذ اشرف، احنا الله سبحانه وتعالى وما خلقت الا سوجن الا ليعبدون، عبادة الله الواحد القهار. كل احنا نعرف ان القرآن واضح في جميع بكثير من الامور، مو جميعها. زين على عقلي القاصر، انا الاحتياج رجل تاجر عراقي وليس رجل ديني يشهد علي الله ورسوله. طب انا برضه مش ده سؤالي يا فندم، حضرتك شغال ليه ما سالتكش؟ والله انت كيف تثق وكيف لا تثق؟ لا انا بقول لك، لان انت رجل، انت لا انت رجل استاذ اشرف، انت رجل دكتور وانا رجل تاجر شكاك. يا عم انا من دكتور عندي. صدقني. انت عندك قناه العلم وانا عندي قناه المال. يا عم بس انا يا عم يا عم الحاج الله يصلح حالك، حضرتك طالع ترد على اي اساس طالما ما عندكش علم؟ لا لا لا، شلون على اساس انت جاي تغلط علي؟ تقول عقل نمله، انا عقلي اكبر من عقلك، انا عند نفسي عقلي اكبر مع احتراماتي لعقلك. طيب يا فندم يا فندم يا فندم يا بعقل كبير، سؤال بسيط بعد اذن حضرتك، كم مره لطمت وطبرت؟ نعم. شنو لما طبر يوم من الايام؟ ولم تطب يوم من الايام؟ وسابقى ابكي على الحسين حتى يعني عمرك ما لطمت في يوم من الايام؟ عمرك ما لطمت في استاذ اشرف؟ عمرك ما لطمت في يوم من الايام؟ ما لا والله عمري ما، والله عمري ما طبرت ولا احترم التطبير. بقول لك لطمت، لطمت على الامام الحسين، لطمت مثل ما انت جاي شوف. لا لما الطم، نعم ابكي، نعم ابكي على الحسين. شكرا لك يا معالي النمله، مع السلامه.